مسفين عزانين، السلام عليكم ورحمه الله. السسمغ تكليت يضني سواس العربيه ولا الامازيغيه، هذا هو نيني مرحبا. سوا داك اللي غد لا غير تغمس نغلي توسن بزاف في الشارع، انا سنتني دار العجزه غمكا مشان تقى مؤسسه، تقى مؤسسه الرعايه الاجتماعيه، تقى ما رنيني وهلي وهلي ني تقات كمي هذا. وكان المناسبه لا تغيد اشكون سكرنا سنيا الحفل غصدي يكون كل النزالة اللي غيد لنين يرقزن ولا تمغارين ما شاء الله اللي غيد لنين إلا ما يتوسن إلا ما دوري التوسن. ناش كتصل إدارة دار مدناد نرى النسفي ونسسفي وبغينا باش على الأقل الناس ديال المستمعين يتعرفوا على هاد الدار ديال العجزة، يتعرفوا على خبايا ديال هاد الدار، وفي نفس الوقت يتعرفوا على الناس المحسنين والمكتب والأعضاء ديال المكتب وكذلك الناس ديال الإدارة. إذن بالمناسبة غادي ناخذ واحد بواحد وغادي انا نفتح مكدنيد سما سنتشيره داري ويسن تشيره داري ويسن تقمينو في اللغه وكلي سنتيني هذا حملي سمنس املاح ما ديقا غمس الاداره. سي محمد حسمي قال مدير الجمعيات دار الراحه وكادير غير كلينتي المؤسسات الرعايه الاجتماعيه دكاتي ميدنا يفقرن يفقر لوري طافن العائله لوري طافن تيكمي لوري طافن الخدمه لوري طافن الصحه حتى ديك انت تيكمينسن تيكميات من 1962 يعني التاريخ مقرنيات من 62 من 62 ماني حتى غير حوكا درت لا نكوني نسن ترى سنتيني دار سيمي الى ما ستيني الخيريه نعم الشارع دار ستين شارع عبد الرحيم بوعبيد أيه. باش تسنميت اسق تلصق لانابيك نعم. ثلاثه من يتبطو ثلاثه من سيمي أيه. ياك اللي تسم كله تيقميات زري مجموعه على المراحل لا غير قبل المراحل ربما غير اللي كيشوف غير اللي دوك زحا وفي واحد غير النقا الا غير النقا الا غير الاشجار الا غير التزكزوت مد لسان بخير وعلى خير يفقر انت فقيرين راس انت قبل حنا راس انت كسمع الله يسكر نسن عرفت نستقل زعما غير اللي زرنت وين لون تنتينا ورتزرح غير ديك الحاجه يخشن نعم باش تسنت سي محمد راكتين وراء كل رجل عظيمين امراه أيه. الحمد لله نكني رجاز نخدم غي يعني تيمغارينا دا حيت سيارنا بارك الله ايكا شرف عظيم نعم. نكني راسنتيني برافو لكم نعم. ابتداء من الدكتوره سعيده استرحم ربي اللي قال لا بينا زوج حنا لساس نتقميات نعم. اللي احتبيت في دانس الى دارت تكملوا التماس اللي كان الاستاذه فاتحه مزدادي نعم. تيمغاري لي ديسلان تلاقي جميله تلاقي دامينه تلاقي الدكتوره بن حميده تلاقي الشاطبي تلاقي هند بازين كل اختي ديال البيرو يقا مميز كيسير غاز سنوات كان غير تيمغارين كانت يلا باز انت دا حياك لا استراتيجي ملي كسران تخدم غير تيقميات كيس 21 ورغاز 21 تمغارت ارت استفادن ارشت انا 21 ورغاز 21 تمغارت استوسن ما تقال كان كله ايت العمله دو كادير نكني تبارك الله يشلح غير يكون كان نكني دا حيا نشاط بانهم مريست فتحت كميات ميت اللي كان حوضعيات الشارع مي اي غكو غادير ولا يدرناد من اكادير يدو تنان نعم متني ديتا وين مدنا هكذاك مدنا دار حتى كان التواصل من دار السلطات المحليه مم. لكن كنا دار حيت اللجنه اللي في تونس البلايصه دار زران مدناد نعم. فعلا قسم الشروط لان حتى الخيره دات لقيتي لي ميك الكذوب أيه. الا ما داك التوين كراني طافنيت المحاسن ما غدروا ساكت راه كاين في الزنقه كذا الوغ نكني واخا حتى كان الدوسي نكني في تون نزرى يسقل باش داك الشروط باش تنسن ميت لي راه يسفلي نغيله نعم دارك سيدي الانسان ادى سوري للمحل ولا الورد ولا الخدمت ولا الصحت يضعف شويه يمرض شويه نكني راس نتعود المسائل درسنا كما حيد الزغ نعم. ماشي حتى ما يستهدو طبيب نسد الرحلات غير على ديك الرحلات غير تدرسني تستاذ مشي الرحله كاع المخيم الرابعي نعم المخيم الرابعي راه يبدو من مراكش توري قال الموضوع سي قال درار الجبل أيه. اسم مراكش وزوط أيه. دمو يعقوب قال المحطه لي لسكول التوارغانتين نعم. نزريو العمره الحمد لله نزري العمره نسم بخير وعلى خير غادي دا صغير التيكميات تاع رسمت السجاد كل المسائل لا المسائل اللي قال وين ملي كانت السياره التيكميات ما دسنا كل الفلوس ملي المحسنين التعاون الوطني الجماعه العماله الولايه كل وزاره كل غادي تناقش من بعد ان شاء الله اسمي كملنا انت كميات ما دستيني مكنني خبر راسنتيني الخيريه أيه. راسنتيني دار العجزه يعني اسم الاداري ما ديقا اسم الاداري مؤسسه الرعايه الاجتماعيه دار الراحه اكادير دار الراحه اكادير واخا راك سرحتي الجيغ انما ادفتو خداري السمات غير ديني غير نسوا دوك ربما دار سنت ما يتوسكر باش تنجي ادفتي نسمى سان غين هذه الزوير خصي دارت الاستاذه هذا اختي يعني المهام من صحغي مريتني فما سانت كمي هذا مرحبا بك ما اذا غادي تعطينا الاسم وفي نفس الوقت تهضر لي على هذا الدار ديال الراحه
السلام عليكم. الاسم سدادي فتيحة، رئيسة جمعية دار الراحة. دار الراحة كيف كان قال السي محمد بأن كتضم 21 مرة 21 راجل، هاد النزلاء هما احنا الحمد لله عايشين غير بالمحسنين اللي كيعطيونا دائما، هما اللي تيدعمونا. عندنا بعض المنح ديال التعاون الوطني، ولكن المنح قليلة بالنسبة باش تكون بهذا الدار. عرفتي عندها مصاريف، عندهم ما بين الأدوية، ما بين الطبيب، ما بين بزاف الحوايج. إذا ناقصنا مازال الدعم، وكنطلبوا أن المحسنين ينتبهوا لهذا الدار، والدولة حتى يتعاوننا عليهم في المصاريف. إذا ربما تتأخذوا المنح من التعاون الوطني ومن البلدية ومن المجلس ديال جهات السوس، ومن فين منين تتأخذوا هذه المنح؟ عندنا المنحة ديال التعاون الوطني هي اللي عندنا. نعم. البلدية ما كتعطيناش، المجلس الإقليمي ما كيعطينا والو، هادشي اللي عندنا. نعم. والمحسنين هادو. نعم. هما المداخل اللي عندنا في دار الراحة. إذا هادو هما المداخل. بالنسبة للأنشطة، اسم الأنشطة تديروا طيلة السنة ولا طيلة الشهر؟ الأنشطة عندنا أنشطة موسمية، بحال عندنا مخيمات، مخيم الربيع عندنا فيه جوج مخيمات، كاين مخيم ديال الصيف فيه جوج دورات حتى هو. وفي الأسبوع أو في الشهر عندنا خرجات، عندنا ديزاكتيفيتي هنا نيت في دار الراحة. كاينين محسنين كيجيو تيديروا معنا بعض ليزاكتيفيتي اللي كنساهموا فيها حتى حنايا. نعم. وبالنسبة للمشاكل العويقة مثلا اللي تتكون هنايا، المشاكل اللي عندنا هو انها ما عندناش المدخول اللي باش نقدروا، عندنا بزاف المشاريع ولكن ما عندناش الدخل اللي غيكفينا. احنا دابا في حاجه اننا نزيدوا بعض المستخدمين، ولاني ما عندناش كيفاش نديروا. عندنا غير 11 مستخدم، وهاد المستخدمين اللي كاينين ب 11 كلهم الجمعيه اللي كتخلصهم. ما عندناش شي واحد اللي كتخلصوا لينا التعاون الوطني نهائيا. اذا مادا بينا ان التعاون الوطني يوقف معنا ويخلص لينا على الاقل غير جوج الناس محتاجين، رفيق ديال النساء ورفيق للرجال. هذا هو المشكل اللي كنتخبطوا فيه الى حد اليوم. نعم. شكرا تنميرت، وكان مسفيد عزنا هاتيرة سور نوري صدر نيخ الاداره. مش قبل ما ياني حورتا نزلي دارو التمتغ مدام حميد تنميرت، اشكون الفضل كل ريت تورس غدا اللي خدنا الجوز الصغي بالدرجه الاولى يقوم تنغى السي حميد تنميرت. نسى ربما لا ندي غير ذكرى مدنات النساء حتى ندني مدكانا الزرغيه ورقاز مدى اسم مدك اسم حماد بن الفياش زغمنا التقيت وماني ايت بعمران. نعم. ماني غيت بعمران ايت عبد الله. ماني غيت عبد الله ايت عبد الله سدات وهو من دوار من الموضع خويا كيتا مازال في اللي صون الزيو الصغير اللي خمس زيت ربي غير ربي كل شيء ما كيديوي صدر العجزه غير ما كيتسيتي وين لقى هاد المنتج هادي وين تقورت حقي يا قور غير هاك ودان سكر غير فتح دار نقول لهم ربي. نعم. طفت دريتك اوه زالي دريت ورطفتك والو زالي بلا ربي اما تمغارت تمغارت قلت لها غادي قال حال. نعم. ولكن توفيت الخاطر يا واخا يفتي منو ما ستيوف يفتي لا قيسير قاش على النين ولا تيمغالي مع النين صغير ولا حسان وابوركي تهلو هيا غنفجي نشا يباني تجلبيتو من هلك فشي فوقايون فوقايون. نعم. الا غير كله غير اللي تريت مثلا كله يحتريت تشتكرا يحتريت تسوتكرا ربي الخير. نعم. ناخذ في ربي في المحسنين الحاج يرحم ربي. نعم. وهذه نعم اييه العمره نكتي تكيت العمره ايوا يا زاد الحجه بارك الله اياه جخينا اياه تاكي كيس الحجه كيصرف ربي امين امين بارك الله. المهم توفيت لخاطرك بخير وعلى خير. نعم. ولله التعدو ولله والو ولله بلا الهضر دير واحد تفرج صغير هني. نعم. ارتفوخ ارتفوخ صبره هذه راه اي غادي نخدموا هنا غادي نبني الدغ برا ان شاء الله كان برا يا راه حتى وين مدنا تنص الحربيه. نعم. والجوتري تديت كنت ما زرت مركزك رغم نقولوا الوالدين ما كلي داري لا اختي انا ما غير ما تيبا. نعم. والجوتري تكتغين والجوتري ديت كنت لكم غولا الكميه ما حتى انت رئيس ياك السنسغ تليت بسم الله النفوس ما غير الحرب ما غير الحرب الدالوا او يعاون ربي يعاون ربي اكي الصبح ربك يلا شكرا تنميرتك وكان ربي. نعم. وكان هي مسيد عزانينا رد خزر خيان يا ورقه زيدنينا ربما غادي يقول لنا الاسم ديالو غادي يعطينا الاسم ديالو سميتك سيدي عريش عريش عام سيدي عريش. منين انا مع سيرنات ام سيرنات ماني قصحو سيرنات سيرنات لحدا السوق اش من بلوك
بلوك بلوك كان دابا بلوك بلوك 6 بلوك 6 مزيان. الرقم ديال الدار؟ الرقم ديال الدار 10. نعم. واش عندك الدراري؟ لا والو. بوحدك؟ بوحدي. مني متى وانت هنايا؟ هنايا شي دابا هذا عامين وهذا الثالث. سيس كوزنا. نعم. منك سا يعني كي لقيتي راسك هنايا؟ بخير وعلى خير الحمد لله. كل شيء موجود ليك؟ كل شيء موجود، كل شيء كاين، كل شيء مخصص خير الحمد لله. يعني انت تخرج لبرا؟ كنخرجوا لبرا. ايه كنخرجوا لبرا نعم. نرتاحوا هنا في برا. نعم. كل شيء موجود. تاكل تشرب اللي بغيتي؟ ناكل نشرب اللي بغيت، نكسي بخير وعلى خير. وإلا حسيتي بشي مرض شنو تقدر تقول لهم؟ مرض كنمشي نداوي، كنمشي. من تقولها؟ دوني للسبيطار. نقولها هما تيديوك للسبيطار؟ ايه نعم. دوني للسبيطار. بارك الله عليك. بارك الله عليك اكما تختار ميرتا. اذا كل شيء بارك الله. مسفيد عزانينا نسفلد كله زما نخني مزقن نسفل دي مدناد. بارك الله اللي سوالنين نزلايات السينة غيك اللي سني غنادو كنسور غيد غمس ندار العجزة غيد نيت غيد غمس نيخ نتمدين تأنو قديرة مدن فرحان قنميا على خير في الجيجن. ولكن غيك اللي سنة ولتمتنغ ولا قمتنغ يخص سكرة ما يخص 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 الدعم، يخص الدعم المعنوي، يخص الدعم المادي، يخص ما يتعاون يوفو سلاسي سكيت مدن الرش رتزر غادو لتمتنغ مدام حميد. ولا انت تدخل تساول غا تقول لنا اشنو يعني كي تشوف هاد الدار اشنو خاص اشنو اللي ما خاص. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سي محمد تنشكرك بزاف اللي جيتي عندنا لهنا بارك الله فيك اخويا. نلتحقت بهاد الدار دار الراحه اول لان مازال جديده مازال ما سميتو، ولكن اللي كنشوف هاد الناس راه مهلين وكنديروا من مجهودنا واكثر من مجهودنا باش نساعدوهم علاش اللي خدينا. وهاد الناس خاصهم مازال بزاف ديال المساعدات. مثلا الدعم. نعم. الدعم المادي. نعم. الدعم المادي خاصهم لاننا كنشوف غير المحسنين اللي كيعاونوا. نعم. الا مشوا هاد المحسنين شكون غادي مازال يدعم هاد الشيء؟ خاصهم شي اذا المنحه ديال البلديه ولا المنحه ديال ديال التعاون الوطني ما كافيش. لا ما كافيش نهائيا. خاصنا الدعم مازال من الجهات ومن السلطات. الله يجازيهم بخير. كي لقيتي كي لقيتي بما انك جديده هنايا كي لقيتي يعني واش لقيتي بانه التربيه مزيانه، النقاه مزيان، الاكل الشراب؟ لا من ناحيه كل شيء داكشي اللي كيتمنى الواحد. نعم. كل شيء نقي، كل شيء مزيان، كل شيء مهلي، كل شيء الحمد لله. كما قلتي ما خاص الا الدعم المادي والمعنوي. نعم. لا خاص الدعم. خاص هاد الناس دايرين جهدهم اكثر من جهدهم. نعم. ولكن خاص. نعم. خاصهم. نعم. خاصهم الدعم. نعم. اذا شكرا تنميرتنا ما كمل صبح ربي. الزرغيد الاختي ضنينا دختنا ياسمين سولان تات تسولان فما سانغيد. مرحبا مرحبا ديك اللي تضني اذن غير سمن من دمانيك سات زرات الخير. مواد امينه نائبه الرئيسه. الحمد لله احنا يلا التحقنا كما قالت الاخت جميله. احنا واحد 3 شهور وحنا مع هاد الناس، واللي جلبنا لهاد المؤسسه هو انه تنشوفوا عرفتي فاش دخلنا لقينا عندهم السوسيال. نعم. ما شاء الله. ايه. وبغينا نتعاونوا معهم وهاد الناس مهليين ما شاء الله ما خاصهم حتى شي خير كيما بالمحسنين. نعم. وكما تنقولوا خاصهم بزاف الدعم المادي بزاف بزاف هو اللي خاص. وكنتمنوا بانه السلطات يسمعوا يكونوا عندهم اذن ساغيه. نعم. باش يجيو يتعاونوا معنا في هاد الناس ان شاء الله. وبالنسبه للانشطه مثلا انتم كما كتبت تديروا التخطيط للانشطه اللي تديروا يعني اشنو عندكم مدام جميله ولا اشنو عندكم من هنا لقدام؟ من هنا لقدام دابا كاين داك السفر ان شاء الله الرحله اللي غادي يمشيو ليها غادي تمشي يدوزو 10 ايام ما شاء الله. أيه. كاينين امسيات في رمضان. أيه. امسيات ان شاء الله قرانيه وكيكون الامداح. نعم. على في الصيف تيديهم كيديروا لهم مخيمات صيفيه. نعم. ولكن انا غنعطي الكلمه للسيده رئيسه حيت هي اللي عندها البرنامج ديال العام كله. نعم داكشي اللي غادي ندير غادي ناخذوا الان السيده الرئيسه هي اللي عندها البرنامج السنوي. مرحبا السيده الرئيسه. كيف قالت الاخت امينه عندنا مخيم ربيع ايران ان شاء الله غادي عندنا ابارتيغ دو 15 في 15 في افريل عندنا 11 ايام واحد الجولة ما بين مراكش بني ملال خنيفرة فاس مولاي يعقوب سيدي حرازم ونعود نرجعوا لمراكش. هذه رحلة المخيم الربيعي هو هذا. الصيف عندنا جوج المراحل ديال الصيف
كناخذوا لهم ديور على جانب البحر كيدوزوا فيهم 11 ايام المرحله الاولى وكتكون المرحله الثانيه. يعني ما يمكنش نديو الناس كلهم في مره واحده، كنقسموا النزلاء على جوج باش كنديروا جوج المراحل في الصيف ومرحله دابا كاينه في هذا الربيع ان شاء الله. وعندنا كنتمنوا اننا المحسنين يعاونونا، عندنا ناس اخرين بغينا نصيفطهم العمره، لان كيف الا كان في العلم ديالكم راه كانت دار الراحه صيفطات عشرات الناس عمره، وهذا العام كان واحد مشى في لو مو جونفي، كان مشى واحد السيد اخر حتى هو عمره. كانت منه الله ان هاد الناس مساكن الامل ديالهم اش كيبان لهم، كيبان لهم ان دوك الديار المقدسه يمشيو يزوروها، وماذا بينا اننا يكونوا معنا محسنين اللي يقدروا يعاونونا نصيفطوا على الاقل واخا غير 4 ولا 5 ديال النزلاء ان شاء الله. اذا مسي عزالين ربما غمشك هاد اللي تسفلد مع دار العجزه، انا غدا كل سنتيني الخيريه غدا غوكا ديرني غدا كدين مدرسة تما تلا غدا غمسل البطواري غورني غدا القمره دار السيمي غمكلي 6 وسان. يعني بارك الله الا قلت 21 تمغار 21 ورغاز طاف المكتب نسى 3 ساعات لا نقي لا بارك الله تعالى تيمغارينات المكتب يعني تهلا قيت سنبه ربايا ما قرتي من السيت كله تيم السيت الملحه درسني لا انا دغالي عجبن غيدي لا قلت زكزوت ولكن رزر رحمد بزاف مقرن راه تسيروا الرخص اما سما سندارك ما تنغى السي محمد مش قبل ما انا حيقا ممكن رزر رحمد مقرن ياكور 3 طماطون تاكور درس انت موضان واخا ما كتقولوا لسان الشان سواد ولكن ياكور درس الامراض مثلا ياك درس لك الامراض مزمنه دار مدن سقصح ولد ما تغصيد الرئيسه. كاين عندنا بعض الحالات اللي بعض الحالات اللي كتصيفط تداويوها مالوغوزمون كتصيفط لنا الدوله بعض الحالات ديال الناس داوي الاحتياجات الخاصه او الناس اللي مرضى مرض نفسي مضطرين اننا نقبلوهم لان السلطات كتصيفطهم لينا. في حين ان الناس اللي عندنا مرض الحمد لله عندنا في المكتب ديالنا ديال الجمعيه عندنا طبيبه الدكتوره بن حميده. هذه طبيبه كتجي مره في الاسبوع كتشرف على كاع المرضى. في حاله السفر ديالها او الغياب ديالها ما كتكونش موجوده في اكادير كاين الدكتوره وفاق ملكه حتى هي كتشرف على هاد المرضى. عندنا بعض المختبرات التحليلات الحمد لله كاينين الناس اللي كيعاونونا فيهم اللهم لك الحمد. كنتمنوا ان تلقاو اذن صاغيه من السلطات لان واخا الدعم ديال المحسنين شحال قد المحسنين يعطيو الا ما كانش الدعم ديال الدوله اللي غادي تعطينا دعم صحيح نقدروا نمشيو به مازال القدام ان شاء الله. تنميرتك اللي تضنينا والصحه والتمتغ مدام جميله يا كره تحت زيد كراس غادي مره تحت زيد كرا غمس والمقارده قبل ان افتدر ما تغسي محمد مرات نولت متغ جميله. انا اللي كنطلب الطلب ديالي الوحيد هو السلطات يعاونونا يشوفوا بعين الاعتبار هاد دار الراحه وياخذوها بسميتو ويجيو يعاونوا الله يخليهم والله يجازيهم بخير. هذا الشد اللي عندي منك تنميتو المتغ جميله. السيد الرئيس الا ممكن تعطيني يعني اللائحه ديال الاعضاء يعني بالاسماء. مرحبا. كاينه انا اعوذ بالله من قولت انا مسدادي فتيحه رئيسه الجمعيه. كاينه السيده مينا مواد هي نائبه الرئيسه. كاينه هند بازين امينه المال. كاينه دنيا الشاطبي نائبه امينه المال. وكاينه الدكتوره بن حميده هي الطبيبه المشرفه على هذا الدار. وعندنا رئيسه شرفيه هي مدام حميد جميله. هي رئيسه شرفيه عندنا والله يخلف عليها وعلى الزوج ديالها مدوا لنا يد المساعده وكيعاونونا لا ماديا ولا معنويا. كنستشروا مع السي حميد بزاف المسائل وكنستافدوا منه بكون انه هو في العمل الجمعوي سنين هادي سبقنا ليه. وكنشكروا الجميع بارك الله فيك شكرا. اذا انتم كمكتب انتخبتوا لمده سنوات سنتين ثلاثه شحال لمده 4 سنوات. 4 سنوات بارك الله. اذا 4 سنوات ربما كل عام تديروا الجمع العام العادي تديروا الثلث الاعضاء ربما ولا لا. نفس الشيء كل عام كديروا الجمع العام. ولكن هذا المكتب كيبقى ان شاء الله 4 سنين. وما درتوش مثلا شي محاولات لقاءات تواصل مثلا مع رئيس المجلس ورئيس رئيس البلديه ورئيس المجلس جهه السوسمسة باش يرفعوا من المنحه ديال اللي تتقدم مثلا لدار الراحه.
اش غادي نقول لك، هاد الناس كلهم كيجيو لدار الراحة. نعم. واحسن مثال اللي كيبغيو يضربوا به هنايا السلطات بدور العجزة هي دار الراحة. نعم. يعني ملي كتجيوهم وفود خارج اكادير باش كيصيفطوا النموذج اللي كاين ديال دار الراحة هو هذا. نعم. يعني عارفين لا سيتياسيون. انا بكوني انني كنت في المكتب الاول اللي كانت فيه الرئيسة الدكتورة مسدادي الله يرحمها وسع عليها، كنعرف بانهم داروا محاولات. نعم. داروا رسائل ولكن نعم. لا حياة لمن تناديك. نعم. هو دائما السيد عزانيني قال بريح قال ندا سما مدن السلطات الجهات جهات مساغ مكانو لا مدن نغ البلدية ولا نغ المنتخبين الصيفطي عمانة ولا الجمعيات التنموية اللي داري لا باش ورقص باس أدزرنا نغ أدعون ساعد نغ مدن اللي تيلي نحمس نتقمي يدنا الراحة هاتي كل زند الوالدين حق قسنا الا نبارك الله يا مدن مقرنين حتى الجنين سما الدعم. ربما تزرغ كرانو مارق هذا انزري كرانو مارق لما نضو الضغ سما دارك ما تغسي محمد تزرغ قويت بعمران قويت عبد الله هذاك ما تريد تنزري تريد هذاك نزري ميك نحواش نيت عبد الله نيت بعمران نغد كران الرئيس الرئيس انا كيعجبنا ود السي والك ما تريد تنزري كي هو قرنا ما تريد تنزري ما تريد تنزري صافي غير كنايان غير نزري حواش نيت بعمران ما حد كيت قيت ايت بعمران راه نزرع واش نيت بعمران
يمسلي عزانين لوداداتك اللي تيضنين نكمل الغمس نسيس غصد الجمعة نسكرت الزيارة سمس نخن دار العجزة غدا غدير دار الراحة غدا غمس غدير نجمع دايت متغ أعضاء المكتب رد داغ نادو نجمع دوية ديضنين قمت غسي محمد اللي قانا نخ المدير حمس المركبة تبارك الله يغني غ المركب المركب بجميع يعني الشروط نصح ولكن يخسكرة ما يخصان يخص ما يتعاون بهربارة ما كله تسعة لا ورغيد لك رلنت غوصة زعما أرتمنى غادي داش كلي مسين عزانينا ورسنغي يسد قبال ما الزيارات يمدن اللي تحسنين يعني أرتمنى غادي داش كلي مسغيد يعني أتظرم كل شيء غام كلي سنة 21 ورقاز 21 تم غارتا غادي لان هي المجموعة ربما 42 نيان ديات كودين ربما فوق من 40 عام كله غادي لان 65 عام سمسا نوفلا ربما ادي كان الشروط تلاني تغيدي تمغار تشكاد ولا انت تبارك الله ورسح ايتني حتى انت اسم مدام اسم عويش الزغماني قلت ما نتقيت قلت تردانت ماني اختردانت من تاقن ماني غي من تاقن ما الموضع الموضع صار نو سعيد هكاك وردار من الدريت اهو تريتي ميلتني عاقتني ندعو ازال من الدريت نغدو يان ما كميدي وين صغي كميدي تمغار تمغار تكميدي وين تمغار تدلي كميدي وين صغي انا ندير متكاني غدو انا دريت كسكتين غكاو صحيت لا لا حتياك يسغيتو فيت الخاطر نم وفي غير الخاطر نربي ارتشتات ارتسان ارتشتان ثوري خسر الخير يعني كل شيء وجد ياك الناس كان غير خاطر أيه؟ ورا خطرين ورا واد وكلشي يوجد يعني انا تريد الشتا انا تريد السود تفوق تصبراني غدو نتفوق بارك الله نتفوق نتكا القبائل نعم بارك الله ما داروني الا نغصى الزريحة راهو نتكا الحنة تهلا نقي قد ما الا نغصى دابا غنفرح شكون راه مولاي يعقوب راه مسافر هكاك ما نقولات فين مولاي يعقوب السلتنين وكان راه نتقام الحنة الصغيرة عندي الحنة الوزاز باش نفتو نسافر بارك الله اني حتفتي صغيرة مولاي يعقوب راه غير نزرت من الدنير كاز انت مغارين ما راتيني الدوكايين سوا داكتي مغارين اللي تمناني انت دير كاز نس انت روانس انت ما راتيني ياك وراك كيما يبغى مال الحال اهو زعما اهو ورقي مي بغى مالحال ورقي قام الحال اما يحتريت هاد الديمون غير هاد السيمن تاكنا ديجيت مونت بارك الله فيك مرحبا فيك ديجيت مونت الزوار يا ورجوت تكيت ياك 11 عام ديت نيرا 11 عام ورجوت كيت الموضع يا وهي رت توت غير دورك سرت سند غراس سرت غراس توخت توخت نعم ياك توفيت الراحت الموكان لخاطر يا ربي نفرح ما رتيني تمد غير اللي السفل دنين بارك الله فيك عندنا نقطة سكينة ورخص الخير وراك خصو والو نعم ايزن بارك الله انا كمصفح ربي ولد متنغ وكان رد داغ الرخص زرق وانا سي محمد اللي قال المدير سي محمد ربما تسفلت كل شيء لاعضاء المكتب ولا النزلاء يعني ما قال القراءه كي تجمع عينات كله واش كزرح زودي حتى اثرت شويه مع السنه لكن على هذا انسوا فرانشمون نعم ميدنا دو سينيال الهم قرن مكتب لانه يا الانسان يحدا صغير سينتر واحد قمي يرا دشن السونه تقرا اختاد يحتاز قمي تاع 42 واحد حوكا يونس نعم واش كلو واش شربوا واش ياك ما مات هذا ياك ما مريض هذا ياك الوغ الا الهم نعم اما نورمالمون يقدر غادي تمشي لفرنسا تعيش دير لي فاكونس اخرى تمشي لالمانيا تمشي شن غاد كله وانما غير غادي يقاسني هاد المسؤوليه كي العناق نسنت غير يعني عيش هذا دريح المسؤولين تحسون صغير ليس تحسون اختي نعم اولا تعاون الوطني مشكور المنحه راحت لكم نعم دان حيا 42 مليون لي شارج لي بيرسونيل تسمى قال 42 مليون اييه المنحه نتاعو الوطني خاصها تسول منشك باش هكات لكم 42 مليون هكاك يعني لا دانح لان العجز تقريبا 14 مليون باش كتخلصي خدامين نعم ما ردش الميدنات مازال ميديكامون مازال مانتونونس مازال ماتيريال مازال فراج مازال الوغ كاينه واحد 110 مليون في العام نعم شحال العجز دابا وصلنا تقريبا شي 70 مليون اللي خاصها هاد الناس باش يعيشوا والتغطيه ديال المنحه ديال البلديه ولا نعم البلديه من هذا المنبر تنقولوا لهم حنا تنبدلوا لكم مدينه
وحنا الباب تاعنا مفتوح باش نجلسوا. نعم خصنا نجلسوا، لان السنوات وانا تنصيفطوا الرئيس تنقولوا ليه لا الرؤساء القدام ولا الرؤساء الجداد باش ما نحاسبوش شي واحد. نعم. تنقولوا بان خصنا لا كونفونسيون، هذه مؤسسات رعايه اجتماعيه، هذه ماشي جمعيه ديال الحي. نعم وما تيقولوا بان احنا كاينين في الارض ديالهم، كاين الماء كاين الطو ما نكروش. نعم. المنحه اللي تجينا من الجامعه هي منحه ديال لي زكتيفيتي تاع الانشطه. نعم. بحال اللي تيشدوا الجمعيات في مصيرنات في الخيام داكشي اللي ما تدفوش واحد 30000 درهم. نعم ولهذا هاد الناس خصهم كونفونسيون. لا كونفونسيون تدفوت واحد 100000 درهم، علاش؟ والله من غدا عطيهم غير 10 د المليون يجيبوا 4 د الخدام هادو. نعم. هادو ماشي تيقلبوا على شي حاجه اخرى، بغاو يخدموا الناس باش ترقى هاد الطرحه. هذا الميساج الاول للجماعه. نعم. السلطات المحليه خدامين مزيان معنا متواصلين بخير وعلى خير، تنشكرهم. الوقايه المدنيه منسى مرات هما تخدموا معنا واحد الخدمه كبيره. نعم. المستشفيات الدكاتره القطاع الخاص كلشي الناس يتعاونوا معنا. نعم. لان عارفين الهم ديال هذه المؤسسه. اللي خصنا انه نذكروا بعيد، لان اكادير قد هكذا خص تكون عنده مؤسسه ماشي تاع 42 ديال 100 تكون بنيات كثيره. نعم. الارض هي تبارك الله تيقولوا راه غادي تدوز واحد الطريق من هنا تدوز طريق راه شيط الخير. نعم. نبنيو مؤسسه اللي غادي تشرف المدينه. جاو الوفود من جابون الجامعه داك الساعات قالوا لهم بغينا نشوفوا شي مؤسسه جابوهم لهنا. نعم. حنا اش قلنا لهم؟ الجامعه معنا. حنا هكذا عمري ما خصنا الصوره ديال البلاد. نعم. ولا الصوره ديال المسؤولين. قالوا الجامعه معنا مدعمنا، شي واحد اخر غادي يعطي لا فيغيتي. نعم. جاو الناس من اي مدينه تيجوا حنا تنقول لهم راه حنا بخير وعلى خير الحمد لله. وبخير وعلى خير ولا ماشي بخير وعلى خير؟ مازال ماشي بخير وعلى خير. اذا يعني اشنو يعني ما خاص والو، ولكن كما تنقولوا خاصكم غير الدعم. نعم. ملي تيكون عندك الدعم تتكون مرتاح نفسانيا. دابا تنشد بانه كاين مؤسسه فاكاد ما خلصوش الخدمه تاعهم 3 شهور، لكن هذه المؤسسه ما عندهاش ذاك المشكل. لان هذه العيالات تيجريو. نعم. هذه العيالات عقلهم كاين على برا، تيتصلوا بالناس يجوا بالناس باش ما نمشيوش نشريو الحاجه خص يجيبوها لينا الناس. ولهذا تنطلبوا من المجلس انا خصنا نجلسوا واحد. نعم. الجلسه عائليه. نعم. لان هذه راه دارنا. ربما كاين المجلس ونسيتي ما ذكرتيش. نعم. بغيت نذكر يعني الميساج ديالكم يعني توصلوا في هذا البرنامج ديال راديو بلس. انا جبت السي المالوكي تنقول له من هذا المنبر الله يجازيك بخير السيد الرئيس، خصنا نجلسوا. نعم. خصنا نشوفوا الحل لهذا الدار باش توسع باش تكبر باش لان الجامعه راه غادي يدوز المجلس وغايجي. نعم. مجلس اخر وربما. نعم. يكونوا البصمات زوينين. نعم. الميساج الثاني اللي هو السي حفيظي راه ولد المنطقه وعارف كم جهات ما صدرها. نعم. تنقولوا ليه بان هذا الدار هو تيجي ليها وتيعرف القيمه ديالها خصنا هما يديروا لها منها. والميساج تاع الثالث السي بيجتيك اللي هو رئيس المجلس الاقليمي تاع حنا راه المنح تتعطى بزاف في الجبال وسميتو القرى. نعم. ما تتعطاش وتنسمع بان جمعيه فكادير تيجي تاع المجلس الاقليمي. نعم. والمشكل اللي تيوقع عندنا هاد الناس كلهم تيجيو كلاو معنا وشربوا معنا هنا وشافوا شنو خصنا وعرفوا شنو خصنا وما نساوش سميتها السيده الواليه زينب العدوي على واحد المجهود اللي دارت كبير لهذا الدار. نعم. لولا تلك السيده ما يكونش لا سينيسمون في هذا الدار بعد ما كانوا غير تيسرفين. نعم. كانوا غير سميتهم دوك لي فوس. نعم. السيده قامت بواحد المجهود، جابت الماتيريال، جابت المحسنين، ودوك المحسنين اللي جابت من هذا المنبر تنقول لهم السيده زينب مشات للرباط الله يكمل لها بخير وعلى خير، اني خصهم يكملوا مع الوصيه ديالها ويستمروا بقى يجيو ويشوفوا شنو خصنا. الو غادو مجموعه ديال المجالس ذكرتهم. نعم. والمبادره علاش انا هضرت على السلطات المحليه؟ المبادره الوطنيه قطعت معنا شوط كبير. نعم. دار الراحه خصنا شي نذكروه، راه الانسان خص اللي دار معك الخير خصك تذكروه. عاد نجيو للمحسنين. نعم. اي تمازرت. نعم. اي توكادير والناس اللي خارج الوطن. نعم. والناس اللي في المدن المغربيه اللي مازال مدعمين هذا الدار. نعم. تنقولوا لهم الله يجازيكم بخير. نعم. وحنا راه واحد الحاجه تيتسالنا يجيو يلقاو هاد الناس كما شفتيهم انت. نعم. انت راه ما عرفتش انا بعدا واش جاي. بارك الله. شكرا. شكرا. قول لي بالنسبه للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه يعني اشنو ضافت لهذا الدار ديال الراحه؟ هذا الدار ملي كان المكتب القديم كانت فيه الدكتوره سعيده مزدادي الله يرحمها انه كاين بعض داروا واحد المشروع سميتو اعاده تاهيل دار الراحه. بالنسبه لها شتي هاد المطعم ولا شتي دوك البيوت تاع الرجال ولا مجموعه ديال التجهيزات باش خدامين تاع المبادره الوطنيه. المرحله الثانيه انه عندنا ميني بيس ونادرا فاش القضاء العجزه في المغرب عندها ميني بيس. لا تيقول لك هاد الناس صافي خصهم يبقاو يجلسوا ما يخرجوا. حنا درنا لان تيسافروا به. كانوا في رزازات، كانوا في مكونه، تينغيرت، كانوا في مراكش. كانوا في مجموعه ديال المدن المرشد الحسنيه تيمشوا تتفرجوا فيهم. راه محبين تبارك الله ديال الحسنيه. ودابا هما شتي البرنامج اللي قال السيد الرئيس راه كاين عندنا مراكش بني ملال مولا يعقوب. عندنا من بعد نرجعوا المخيم الصيفي في ربما في سيدي رحال ولا في موادر. دوزنا تاع مير لاف، دوزنا شحال. المبادره الوطنيه فتحت لنا الباب، جبنا بها الميني بيس الكبيره، جبنا السياره الصغيره باش يمشوا للصباح.
السبيطار ومن هذا المنبر تنقولها حتى للمدير ديال السبيطار والمندوب الجهوي تاع الصحه بانهم مزيد من التعاون مع المؤسسات الرعايه الاجتماعيه. خص مزيد من التعاون. قول لي كما قلت لي بعد شكرا قلت لي بانه كاين 21 امراه و21 راجل واش هذا هو السقف النهائي ما تبغيوش باقي تزيدوا او علاش المؤسسات الرعايه الاجتماعيه عندهم واحد الرخصه اغريمون رخصه باش نخدموا ما عندكش الحق تفوت داك العدد اللي عطوك والفلوس اللي تيجوك من المنح راه على داك العدد. نعم داك المبلغ تنشدو راه على داك العدد اللي ما تيفوتش واحد 30 مليون غير باش نقول انا باش نقول الضغط نقول لك ما تيفوتش 30 مليون. نعم على داك العدد بغيتي توصل ل 70 و 80 خصك توجد ليهم. نعم وتيديروا لنا الناس العيب فكادير تيقول لك لا علاش ما تشدوش الناس خص يفهموها حنا عندنا رخصه ديال 42 وفيهم مرافق ومرافقه هي 44. هذا الشيء الا بغاو تكون عندنا دار العجزه بالنورم اللي في كازا وفي الرباط وداك الشيء انه خص التدخل تاع المجلس وتاع السلطات المحليه وديال جميع المصالح الخارجيه ودار مؤسسه يكونوا فيها المعايير نجيبوا حنا حتى 200 واحد من غدا وانما وجد لهم. نعم ونغيد لنا مد مثلا اللي تروح استقموا ونسندوا الدار ولا وليدي كانت مزيرتني غدي حيره مزيرتي سيدي تاعو من غدو. بالنسبه لك نحل الخدمات 24/24 بنادم يزغي تيقمين سيا ما عندناش داك اللي تيمشي ويجي عندنا الناس ساكنين تنسمع بان كاين شي حاجه هاد اليامات فكادير فيها الناس اللي بقى يدوزوا النهار. نعم تتقول ترى تروح وحاجه اخرى حنا هنا راه ما يمكنش تلقى شي واحد عنده شي سالير ولا شي غوتريت. نعم بار كونتر كاين مؤسسات اخرى تلقى الناس عندهم لانتريت وساكنين في ذوك المؤسسات. حنا الناس راه والو راه الله الله راه شفتيهم تهضروا معاهم. نعم وحنا عندنا الخدمات ديال ياكلوا ويشربوا وينعسوا ويداوا وينشطوا بخير. نعم غراتوي. نعم بارك الله بارك الله. بالنسبه للمحسنين والزوار اللي بغاو يجيو مالا دي سنتيني تاكوما دي سيكا ممكن اي وقت مثلا اي واحد الزارات ديالك كيسمى سنغيده يحن لنا دار الراحه رنتيني اختد البطوار يخنتيني دار السيمي غير كل السوسات. اولا دار الراحه عمري ما تسدات على شي واحد. نعم الا تسدات على شي واحد غير الاجراءات اللي هي قانونيه فقط انه كاين المؤسسات كلهم خصك تاخذ الاذن خصك تاخذ الاذن تجي تاخذ لو رونديفو تاعك باش لان ما يمكنش انت مع واحد الجمعيه نهار الاربع ويجي شي واحد نهار الاربع وداك الشيء. الوغ كليان دارس البرنامج نس كليان دارس الرونديفونس البابي ارزم بدا المحسنين هذا التاش كان ديما الاستقبال لا ميتنا رديس نتقوان وانا واش كان يغاتير التاش راه كي طفت ميت نقاونين في الجيش بخير وعلى خير. نعم ملي كيتقال برنامج اليومي مثلا من زيك الصباح ارتد قوات ما من كيتقال البرنامج اليومي حمس ندار الراحه غدا يا خويا غير الخير يا غمس كنت ما دزيتيني وخلص. نعم يمكن غدا نتركز في هذه الحاجه اللي كان مهمه اولا نيقا الصحه المتنات هكاك من زيك الصباح ارضي دار دع زيك الصباح الصحه درس انت فرملي توزان انت فرملي تنضيد درس انت طبيب تاتي لا كون جيت لا طبيب تيضني عاد الاطباء اللي ناحي العيادات عاد المستشفى الاقليمي عاد كله غان. نعم هاد الحاج زيك الصباح عرفتني كان المتنات الدوشات نس الحمام نس ديال سنين الحمامه بلدي غير زاد ونزني قدادين الحمام الدوشات النظافه غير الفطور هكا من بعد الطفون كرهت فوق ساري تلعب كرهت تفرج كره غادي حداش ولا اللي سختي حر فوق حر فوق 12 صار كلهم يدنش ثاني مكلينس هكا عرفت انا ركان اربعه ثلاث نتفات ثلاثه صار بدون الاستقبالات نبيت نزود غير هذه الجمعيه زود غير ارتاش كنسكن كاسكروت ديز نشن ديز نسون ديز غير الا ما يتاش كان يسنو مكلينس ايغورديس العائلات غير السبعه انت دكوات ميت دارش ثاني من سي ومن زرت نتاع حفر مليس بعد الناس اللي كوشنز نقول لهم مريض مع دان يعني 20 واحد كان كله قن 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 ورا تحرك 20 هاتر تحرك غير صافي يقا سي زرين النهار يقا قيسنا ما داك النهار تشكري خدام لي غادي لا تيرام من انا وانتيرام زيكا يديروا البروغرام انتيرام ني غدا ما من دي سدي تاش كان تيرام زغبر مثلا ديال المحسنين ني غدو بالنسبه لتيرام تطبيب تاع هيكل البروغرام. نعم درسنا بروغرام ميغان ميديكال هاتي تعلق الكوزينه طغين زرت. نعم ما تجتا من الاثنين راس ار لحد هاكاك لي غوبانس قرب شويه كان سبورتيف شويه لان خاصها دور كود لان ما يدناروش حتى بزاف. نعم اش تي بالنسبه للمحسنين وانا راهي تيرمت على الكوزينه راه السنو تيرمت. نعم هاي تاش كاين سكن الخير سو كاين صغير ولا داو تيرمت صغ برا غير هذه لا كان تحفظات هكاك ابلا سو غير هذا مثلا لي غيستون لوتي لا دغولي طاف لي تيتر ممكن الدرس تمس اما الا كان غير هذا يقدر يويك الحاج دي سيرتيفتو داك يوقع كان المشكل. نعم اللهم تنقولوا للمحسنين من هذا المنبر اللي بغى يجيب شي ماكله ها الكوزينه وها الخدامه ومرحبا به يا ويدي السنو مرحبا به. نعم غير يجيب الخير حنا نوقفوا مع داك الشيء وحاجه اخرى تنديروها حنا ارتبدا نسكر على تفركي وانا هذا
عطاتني عرض مرحبا به. نعم. ايش كمن صباح هناك بنا نتوما الريستورون زيد مرحبا بغيت نتوما حتى الامريكان جد نتوما حنا نمشيو معاهم ونشطوا بخير وعلى خير. لا هذا الباب ما مسدوش على الناس. نعم. ولكن عطي ديما بخير لا نبدا غير نهار الصفان راه لازم تعرض نميت بزاف لي ريستورون رمضان هذا كله الزرين دار حبر راح القهوي. بارك الله. انت نرتاش كنميت حنا بغينا نفطروا معاهم الناس ودي هنا راه ما زاد لهم ما نقص لهم. كذا لا نبدا كيس. اذا بالنسبه للجمعيات رمضان مثلا حيرانا هذا الشكينا تنوي نصبر غادي تصفدر نياك. بدانا بتقية الجمعيات غير كرا 10 لي رونديفو يلان واللي بغى يفطرهم مرحبا به يشوف مع لي ريستورون على برا لوطيلات ولا سميتو. وكاينه واحد الحاله وانا ماشي زعما هذا تنتكبروا على الناس عنده شي ممول حفلات يجيبوا. نعم. علاش؟ لان التريتوري غادي تيوي تسهناك راه السنقاي راه كيزقاد اليومور المهم اما ميد. نعم. عرفت حوان وين مورا ذيك مغير لي نرى عرفت كرفاس شوية. نعم. يعني الباب هاتي رزم غير سات طريقة رزم على برا سات طريقة. نعم كي صبح ربي غني قمية ربما زريح مدنا اللي دجمع حين حيد بعمران تم غارت غمسي من تاقنا يعني مني كل المناطق اللي موالا مدنا اللي كله غدي لان غمس دار راحة حوق دي أنا دار راحة بمشكلة مراحل من 62 80 تقا تقال الخيرية ميقا الخيرية قس لي زافريكان قس لي زوروبيان قس لي معاقين قس دريت مزيني قس يعني تقال أميلونج من التسعينات غيلة أرى 2008 بدأ تخصص المسنين من 2008 أرى 2019 يقال 100% سكان عمالات قديري دوتانا. نعم. إيش الحي نستعرف زيريك تاكتي تعيش الحي. إما يحتفي تغيلة غويدة اختلف أتي غزرون كل حو قادر غويد يعني تقريبا جود غيلة أحمد الزريان 30 عام حو قادر. وإنما بشي النكرانيان كرانيوش كغوسفي ولا مراكش باش تنشكم ما غاديش نقبلوه. نعم. اللي يجيبوا اللي بغى يجيبوا. نعم غادي تنقولها مباشره كل من تقدم مساء ندور نصل خيريا نسى لانه هذاك. نعم. حي الميت المؤخر اللحنيه التمغار تما يبيس غرانيين ان يودي واحد السيد راه لحوه واش تدخلوا عندهم على العجل الناس هذه بعدا هذه جات من اسفي هو. نعم. واحد ماذا حين نانكي اختدور درس سيقمي ودرس العائلة ودرس غير الناس يخصت لونكيت. نعم. فعلا ورتكاتها 48 ساعة نفاتين درس العائلة درس غير نشكش من كني. نعم. نكنا نشكش ما يتقادير. نعم. إيدو تانا أو اللي توسنين دوي اللي حلا الشروط اللي تنيت الشروط اللي تنيت يحيوفو داس انت لسكسر عربي يعني الشروط غير اللان. نعم. الشروط سيدات درس زري 65 عام إيه ياك الداسوري للمحال الدار سوري للداخل. نعم. اي قال لي انسان وري زاره سوري تخدم. نعم. يكون سيدي انسان مريض يضعف غيان الدار سوري لي العائله اللي زانت التاسيل لانه يمكن يعني شجيع عند طمزميت لي طفل العائله هذا سوري تقطع العجز تقا بيزنس. نعم. اذا ربما تسلاح تيك اللي دار طياره كتيني هاتي فلاني وي باس يغدي موسى مسا ندار راحه اذ بالصحر دي تاوين مدنا الوالدين صغير مكياس كان حيانا ارت عيابه ميت من برا. نعم. متنا برا الى ليترونجي الخارج يفكرنا اثنين يفتن دموغه اييه اللي عسكر المستقبل لتروانسن غير درمين تروانسن عوضه تنشكش مسلي ميزون دو تري تري مع غولا شويه 30000 درهم ارتي تاوي صغي راك ترا بغيت نجيب الوالد ديالي ولا الوالده نخليه معكم هنا الناس وداك الشيء تغير سنتين كاتور هذاك القبل يمكن ولا نتقبل ولا نطاف من تروان صغير. نعم. لدرجه انه الا بعد ميت داك تينا دون فحل فلوس اتكطمزم ها نكرت من حتى كره الخيريه درت وافقي ميتنا زود غير كان حنا اللي عنده عائلته يمشي عند عائلته. نعم. اللي عنده دار يمشي لدارو اللي هو ابوندوني مرحبا به. نعم صافي. نعم. اكي الصرف عربك ماتنا يمسي عزانينا تجمعت ربما تفلكي الا تقيسي العدد انت فوينا راه داز غلت من السيد الرئيس انت تري ختم هي اللي غادي تختم لنا البرنامج ديال اليوم السي الصرف ربي تنمرتك كما تغسي محمد اللي كان المدير اني المركبات. اذا نختموا مع السيد الرئيس اشنو بقى خالدة. عندي خطاب أنني كنطلب من الجهات المسؤولة أنها تعطينا الدعم راحنا كنقدموا واحد الخدمة اللي كان في الإمكان أننا نمشيو ونخليو هاد الناس ولكن هاد الناس راه عشنا معاهم سنين. نعم. ما يمكنش نسامحوا فيهم والدخل اللي كتعطينا الدعم اللي كيعطينا راه قليل وقليل بزاف كيف شرط لك بأننا الجمعية الوحيدة اللي عندها المستخدمين كتخلصها الجمعية. نعم. ما عندناش شي واحد كتخلصوا لينا التعاون الوطني من هاد المنبر كنطلبوا منهم أنهم يمدوا لنا يد مساعدة باش نرقاو بهاد الناس ويعيشوا عيشة كريمة في آخر السن ديالهم. نعم شكرا جزيلا تنتوما. نعم. يا بارك الله تنمرت أكمل صرف ربي يزنون يختي الناس إذا ربي اختتك تاني ركدني الزيارة تمزواروت يختي الناس إذا ربي وران مطل رد دغنوري سمس غير الدحقيس نسكر كرا المباشر إن شاء الله سوى الدوك غمس العيد ديدون نسكر العيد رمضان يختي الناس إذا ربي ديدون عيد إمسفينا عزانينا تنميرتك اللي تنمسي عزانينا ورحيب غمال البلد ديدون نمسي في دغوسي صغصة. السلام عليكم.